اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج يلا ميكس. زوجه بتحكي وبتقول: كنت مره بشتري حاجه من محل وقابلت واحده صاحبتي من ايام الجامعه وانا متخرجه من 8 سنين. رحت اسلم عليها بمنتهى الحماس، وبعد ما اتكلمت معاها شويه قالت لي: اه صحيح، ده انا نسيت اعرفك. راحت جايبه لي ولد وبنت صغيرين وقالت لي: دول ولادي، ابني كبير في اولى ابتدائي وبنتي الصغيره في حضانه. البنت بتقول: انا فجاه حسيت بصدمه، يعني مش بس اللي في سني خلفه، لا ده خلفوا بدل الطفل اتنين وولادهم كمان دخلوا المدرسة وانا لسه قاعدة مستنية. طب لحد امتى هفضل قاعدة مستنية؟ مفيش حاجة ما عملتهاش، دكاترة ورحت صلاة وصليت، لكن كله من غير نتيجة. ده طبعا غير كلام الناس اللي بيوجع والاسئلة الكتيرة اللي من غير اجابات، ولكن النتيجة واحدة، مفيش اطفال. أشجعكم تكلمونا على الأرقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشة لو عندكم مشاركات أو أسئلة أو تعليقات في موضوع حلقتنا النهاردة، أو تقدروا كمان تتواصلوا معنا على فيسبوك قناة الحرية. مبسوطين جدا يبقى معنا في حلقة النهاردة مارينا صفوت. مارينا ليها خدمة مباركة جدا مع الشباب، بتخدم معهم بقالها سنين طويلة. كمان مارينا شاركت في برامج كتير اتذاعت على قنوات فضائية مختلفة. ازيك يا مارينا؟ ازيك يا مارينا. من أسبوعين تقريبا كنا اتكلمنا معاكي في نفس الموضوع، وكانت جات لنا أسئلة كتير، يمكن مش كلها لحقنا نرد عليها. كمان جات لنا أسئلة على مدار الأسبوعين اللي فاتت اللي فاتوا على نفس موضوع الحلقات، حابين النهاردة نكون كده بنقولها لك وبتردي علينا فيها. بس خلينا الأول كده نشوف فيديو صغير يلخص الحلقة اللي فاتت ونرجع نكمل حلقتنا. تعالوا نطلع نتفرج على الفيديو ونرجع نكمل حلقتنا. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. الآية اللي بعدها على طول: وباركهم الله وقال لهم: اثمروا، اكثروا، املأوا الأرض، اخضعوها وتسلطوا عليها. الله عايزني أكون ولود، الله عايزني أكون مثمر، الله عايز أنه يكون لي ثمرة بطن، الله عايز أني أكون بملأ الأرض وبخضعها. دي إرادة الله اللي موجودة في قلبه، اللي تم إعلانها في تقريبا أول كلمات الله قالها الخالق. الله بيقول بوضوح في سفر تثنية انه ارادته انه لانه بيحبك انه يباركك ويبارك ثمرة بطنك، وما يكونش فيك لا عاقر ولا يكون فيك عاقر. انه ارادة الله ليا بالاثمار وبالاكثار مش بس محصورة في انه يبقى عندي طفل بالجسد، لا، ممكن يبقى عندي طفل بالجسد، ممكن يبقى عندي طفل بالروح، وممكن يبقى عندي ناس اكون برعاهم نفسيا. والله يقدر يخير حالتي النهاردة، مش لما يبقى عندي بيبي. تحصل في حياتي بقى بأبناء بالجسد، ماشي. تحصل في حياتي بتعويضات سماوية، ماشي. تحصل في حياتي بأبناء بالروح، ماشي. تحصل في حياتي بدا وبدا، اوكي. احتياجي للأمومة هو لو بصيتي جواه قوي 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 هتلاقيها طاقة عطاء. طاقة انه ادي واني احب واني اهتم واني اطبطب واني ادلع واني اضحي واني اسهر واني ارعى، هي طاقة عطاء ضخمة. ولو دورتي قوي 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 جوه احتياج الابوة هتلاقيه طاقة حماية، انه انا عايز اكون بحمي حد وبدافع عنه وبدفدف عليه وبديله احساس بالامان. ابليس بيوهمني وبيضللني انه لما يبقى عندي طفل الاحتياج ده هيشبع. الاحتياج ده جواه رغبة في اني ادي او رغبه في اني احمي، على حسب انا ام ولا انا اب. لما الله بيشجعني بطرق مختلفه تعويضيه اني اكون بدي او اني اكون بحمي، الله بيشجعني على اني اكون بشبع. وكنتي قلت لنا هتقول لنا على طرق ممكن الله يعوضنا بيها. اول تعويض من التعويضات المتعدده هي علاقه شخصيه بالله تفتح قلبي قدام غمر من التعزيات، من الشبع. ممكن يبقى لي جسد صغير، ممكن يبقى لي خدام في الكنيسة بنخدم مع بعض خدمة واحدة، أولاد، أو الأولاد دول ممكن يكونوا قرايب، مثلا ولاد أخويا ولاد أختي، ممكن يبقوا الأولاد دول أولاد روحيين. إحنا عندنا بيبي في البيت، البيبي ده هو الحب اللي بيني وبين زوجتي. في تعويض إضافي بعلاقة مميزة بينه وبين شريكة حياته مدية شبع إضافي، دي اللي كانت عند أمنا رحيل وكانت مشبعاها قبل لما ترى اختها وتغير منها. رحيل كانت عايشه كويسه ومبسوطه وفرحانه وشبعانه ومتكفيه بتعويضات الله ليها وبمحبه زوجها ليها وبجمالها وبمقدراتها وبامكانياتها، لحد لما حصل حاجه فارقه، مش احتياج ضغط عليها، رأت اختها فابتدت تغير. مرات كتير بيبقى التعب مش نتيجه احتياج غير مسدد، لكن التعب بتيجي من رؤيه، طريقه رؤيه. لحد امتى هيفضل مش عندي اولاد؟ دي طريقه تفكير. ده اللي بيعمله ابليس لما بيحصرني في طريقه التفكير في اللي مش عندي،
بقعد اتعب واتوتر واتنرفز واتحسر لدرجة اني ممكن اضيع اللي عندي اللي كان اصلا في الاول مشبعني. رجعنا لكم بنكمل حلقتنا، واشجعكم لو حد حب يتفرج على الحلقة هيلاقيها بسهولة على فيسبوك قناة الحرية بتاريخ 22/11/2020. مارينا الحلقة اللي فاتت كده يمكن كان فيها نقط مضيئة، خليني ارجعها معاكي بسرعة كده. احنا طبعا شفناها في الفيديو. اول حاجة انه فكرة انه ارادة ربنا انه ما يكونش عندي طفل، احنا عرفنا في الحلقة ومن خلال الايات اللي عرضناها انه ارادة ربنا انه اكون مثمر ومكسر. عرفنا كمان انه ربنا عنده طرق مختلفة للتعويضات، ممكن يعوضني بطفل اجيبه حقيقي، وممكن يعوضني بطفل بالروح، وممكن يعوضني بابناء ارعاهم في الخير. عرفنا كمان فكرة انه ابليس بيبقى هدفه انه يحصرني في اللي مش عندي علشان يبقى طول الوقت في احتياج ضاغط علي. خليني اشاركك ببعض التعليقات. احنا النهاردة على مدار الحلقة هكون بعرض عليكي كذا سؤال كانوا قلنا الوقت اللي فات، بس خليني ابدأ معاكي بواحد يمكن كان على الحلقة اللي فاتت. كان حد من المشاهدين شاركني بعد الحلقة انه يمكن يكون الانطباع اللي وصل لأحد المشاهدين انه انا مش يعني انا يعني كده عمري ما هيبقى عندي اولاد، لانه يمكن معظم الاختبارات اللي طرحناها انه ربنا بيقدر يعوض بطرق مختلفة غير انه يجي لي طفل حقيقي بالجسد. ف ايه رأيك في الانطباع اللي وصل للمشاهد؟ يعني انا ما كانش قصدي قوي كده، لا دي حاجة مش حقيقية قوي، لانه في قصة رحيل حتى اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كان في اساليب مختلفة للتعويض، لكنها جابت بيبي، جابت يوسف. فلا مرات بيبقى في اساليب مختلفة، ممكن النهاردة الله يعوضني بطريقة من الطرق اللي قلناهم وبعدين يجي طفل. يعني انه الله بيعوضني النهاردة بأساليب مختلفة ده عشان ارتاح النهاردة وافرح النهاردة واشبع النهاردة، معيش بشبع مؤجل لحد لما ربنا يكون بيبعت لي بيبي او انا يجي لي طفل بالجسد. لكن انا ليا النهاردة انه ربنا كده يكون بيفتح منفذ ومخرج من التعب والضيق والوجع اللي انا فيه. ده مش معناه انه انا اتأقلم مع الوضع وانسى حلمي اني اكون ام او اني اكون اب. طيب ممكن كده بسرعة نراجع مع بعض سريع التعويضات اللي المختلفة اللي ربنا عوض بيها رحيل. الله عوض رحيل بأكتر من طريقة يمكن استعرضناهم، هنراجعهم بسرعة. أول طريقة الجمال اللي كان عندها، المقدرات اللي كانت عندها، هي كانت جميلة جدا، كانت بتطلع وبتخرج، كانت ماسكة شغل باباها وكانت بتشارك معاه في الشغل وبترعى الغنم، كانت بتطلع وبتخش. حب زوجها اللي كان مش حب عادي، قلنا إنه أبونا يعقوب خدم 14 سنة علشان خاطر كان بيحب رحيل جدا جدا، ودي كانت في عينه كأيام قليلة. عايزة كمان أشاركك بمشاركة امرأة فاضلة الحقيقة، هي بقالها سنين كبيرة ما عندهاش أطفال بالجسد، لكن الله مشبعها ومسدد الاحتياج ده وعندها أطفال كتير وأولاد كتير في الخدمة. عايزة أشارك بالضبط بالمشاركة وبالشهادة اللي هي قالتها وإحنا بنعد للحلقات. كانت بتقول إنه الله بيعالج الأمور ده الأمر ده بطرق كتير، ممكن يبعت تعويض بحد يسأل أو حد يهتم، أو أوقات حتى أثناء المرض ناس تتحرك معانا مع الدكاترة، ممكن يكشف عن وجود نوعية تانية من الأبناء تخليني أشكر ربنا أني أنا أصلا مش عندي الله أولاد. الله لا يعدم وسيلة، الواحد بيكتشف أنها خدعة من إبليس بيتعب بيها بيتعبني بيها، اني اشوف ايه اللي ناقصني علشان خاطر اركز على اللي ناقصني وانسى كل الحاجات اللي عندي فتحصل وقيعة بيني وبين الله. في حاجة تاني، طريقة تاني الله عوض بيها رحيل اتكلمنا عنها، هي ابن ما كانش ابنها، قالت كده انه قد قضى لي الله وسمع الله لصوتي واعطاني ابنا. هي قالت ببقها انه ربنا بعت لي طفل وبعت لي ابن، لكن الاية دي ما قالتهاش لما جابت يوسف، الاية ديت لما ربنا فتح رحم جاريتها والله عوضها بابن مش من اولادها. اشاركك باختبار كنا واحنا بنطلع المؤتمرات، في اب وام مباركين، وانا ما اقدرش اسميهم غير اب وام رغم ان هما ما كانش عندهم اولاد، لكن كان كل سنه كل ما نطلع مؤتمر يجيبوا معاهم اولاد صغيرين. الاولاد دول هما بيرعوهم وبيحبوهم وبيهتموا بيهم على كل المستويات.
فريق الخدمة عندنا بيخدم مرات مع الأب والأم دول، ففيهم بنت كانت بتتجهز، كانت عروسة، فكانوا بيساعدوا معاها في التجهيزات وفي التحضيرات. البنت قعدت تتكلم على قد إيه مامتها، هي مسميها مامتها، الخادمة اللي بترعاها، قد إيه بتحبها وبتهتم بيها ومش مخليها ناقصها حاجة. ناس تاني كانوا بيرعوهم أصغر شوية في السن، كانوا بيقولوا إنه بابا وماما دول بيذاكروا لنا كل المواد اللي في المدرسة اللي مش بنعرف نفهمها، وبابا بيذاكر لنا المواد كذا وكذا وكذا، وماما بقى بتذاكر لنا المواد التانية. الخادم والخادمة دول كانوا مقسمين المواد بتاعة الأطفال عليهم وبيقعدوا يذاكروا لهم. أسبوع الامتحانات كله كانوا الأطفال دول بيستأذنوا من الملجأ وبيروحوا يباتوا عند الخادم والخادمة، يرعوهم ويحبوهم ويهتموا بيهم. كان أب وأم تعويضيين، لكن الحقيقة إنه الخادم والخادمة دول لما احتكينا بيهم عن قرب هم كانوا شبعانين، كانوا فرحانين بالتعويض وباستخدام كمان الله ليهم، إنهم عرفوا يعملوا فرق كبير في حياة أطفال كتير يمكن يكونوا كانوا محتاجين ده. ورغم انه في حياة رحيل كان عندها الجمال وكان عندها الامكانيات وكان عندها حب الشريك حياتها اللي اكتر من الطبيعي، كان عندها الابن اللي مش ابن بطنها، لكن كمان الله بعت لها يوسف وبقى عندها طفل منها وجابت طفل بالجسد. اوكي، يعني معنى كلامك انه التعويضات المختلفة اللي الله بيبعتها لي سواء بقى من جمال او من حب زوجي او من اطفال مش اطفالي، ده مش معناه ان انا مش هجيب طفل، لكن ده معناه علشان انا ما بقاش مضغوط دلوقتي. بالظبط، والله لا يعدم وسيله، الله لسه يقدر يكون بيعمل معجزات. عايزه اشجعك كده ونتشجع مع بعض باختبار كان جه واحنا بنعد للحلقه، حد كان بيقول كده انه حد من فريق الخدمه شاركنا بقصه شابه يعرفها. الشابه دي كانت اتجوزت لكن لقت مشاكل في الانجاب وعملت عمليه حقن مجهري، لكن للاسف العمليه ما نجحتش. البنت كانت تعبانة والتجربة كانت صعبة وكانت قاسية كمان على المستوى الجسدي مش بس على المستوى النفسي، لكن اتشجعت وقعدت تصلي وبعتت لفريق برنامج يلا نصلي وصلوا معاها وشجعوا إيمانها، وهي دلوقتي عندها طفل. الله لا يعدم وسيلة، الله إله عظيم كلي القوة كلي القدرة، بيحبني جدا جدا جدا، عنده مخارج متعددة لحالتي. يمكن النهاردة الناس مش كلنا حالتنا نفس الحالة، مش كلنا في نفس السن، مش كلنا حالتنا الصحية واحدة، في بعض المشاكل الصحية ممكن بتحتاج شوية وقت أكتر من غيرها. أنا مش هبقى تعبان لحد ما يجيلي طفل، تعويضات الله وأساليبه المتعددة دي ليا مش عليا، دي تطمني مش تخوفني، دي تديني أمل وتفتح باب للرجاء مش تخوفني إنه ربنا بيعوضني إذا ده أنا كده مش هجيب طفل. لا خالص، الله معايا في صفي بيحبني، عايز يديني كل اللي يفرح قلبي. أوكي، حاساها حاجة نفسيا يمكن تكون مريحة جدا، إنه التعويضات اللي بتحصل ده مش معناه إنه حلمي ضاع أو إنه أنا عمري ما هيكون عندي أولاد، لكن دي حاجة ربنا بيبعتها لي علشان أنا دلوقتي ما افضلش واقع تحت الضغط والتعب والاحتياج. بس خليني أكلمك بلسان حال الناس ويمكن كمان بالأسئلة اللي جات لنا على مدار الوقت اللي فات. طيب، ما هو أنا بقالي سنين طويلة بصلي للموضوع ده، لو رغبة قلب ربنا أني أكون مثمر ومكسر، طب ليه ما بيستجبش لطلبتي؟ حلو، خلينا نرجع لكتاب المقدس ونتفرج على كابل، على زوج وزوجة كان عندهم التحدي ده وصلوا وربنا استجاب، ونشوف القصة بتاعة الصلاة وطريقة الاستجابة. بتكلم على طبعا أبونا إبراهيم وأمنا سارة، ومكتوب كده في رسالة العبرانيين 11:11 إصحاح الإيمان المشهور، بيقول كده إنه بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل بعد وقت السن ولدت، إذ حسبت الذي وعد صادقا. الإيمان قدر يدي سارة قوة وقدرة على إنشاء نسل، عرفت تجيب بيبي وتبقى حامل وهي في سن كبير، وهي أصلا كانت قبل كده عندها مشكلة وعندها تحدي وكانت عاقر. الإيمان إداها قوة لأنها حسبت إنه اللي وعد أمين. أوكي، إيمان، يعني خليني أقول لك يعني برضو من تعليقات الناس إنه الإيمان ده يمكن كان موجود زمان، يعني قبل ما أسمع التعليقات بتاعت الدكاترة، قبل ما أخش في اختبارات فشل، قبل ما حالتي الصحية تتدهور، يعني
الظروف والضغوط اللي الواحد عدى بيها على مدار سنين والأمل اللي مستنيه وما بيجيش، دي حاجة تسرق الإيمان. تسرق الإيمان، بس أنا محتاجة استرجعه، لأن غياب الإيمان هيعطل عمل الله اللي عايز يعمله في حياتي. خليني نتكلم مع بعض على قصة صغيرة حصلت في الكتاب المقدس، رب المجد يسوع اللي اتقال عنه كده في النبوة إن هو روح الرب عليه مسحه ليبشر المساكين، ليشفي منكسري القلوب، لينادي للمقصورين بالإطلاق، للعمي بالبصر، يرسل المنسحقين في حرية. رب المجد يسوع اللي الكتاب شهد عنه إنه كان بيجول يصنع خير ويشفي كل اللي فيهم أمراض والمتسلط عليهم إبليس. الله اللي مسح رب المجد يسوع علشان يكون بيعمل كل المعجزات دي دخل قرية صغيرة، لكن أقرأ لك كده: ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يدي على مرضى قليلين فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم. رب المجد يسوع اللي بيقول يصنع خير، اللي رغبة قلبه انه يشفي وانه يغير، مكتوب كده انه لم يقدر ان يصنع ولا قوة واحدة، ناس قليلة قوي بس شفاهم بسبب عدم الايمان. عدم الايمان عطل معجزة الله، عدم الايمان عطل الخير اللي في قلب الله ليا. يمكن يبقى عندي اسباب كتير تمنطق انه ايماني اتسرق وما بقاش موجود، بس وراء الأفكار دي عدو الخير اللي مش بيحبني وبيكرهني وعايز طلبتي ما تكونش بتستجاب. الإيمان مفتاح ذهبي لتحقيق صلاتي ولتحقيق طلبتي. أيوة، بس أنا كنت زمان بصلي بإيمان، يعني يمكن الإيمان اتسرق دلوقتي بعد الأحداث والظروف، بس أنا زمان قبل الأحداث وقبل الإعاقات وقبل كلام الدكاترة وقبل الحالة الصحية، طب أنا كنت بصلي بإيمان بس ما فيش حاجة حصلت. في مفتاح ذهبي بيوصف الإيمان اللي بيحقق المعجزات. عايزة أرجع كده في رسالة روميا، بيتكلم عن أبونا إبراهيم، بيقول كده: لأنه ماذا يقول الكتاب؟ آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. مرات لما ببقى أنا مشتاق ونفسي قوي 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 في طلبة، ببقى أنا بطلبها وأنا كأني هموت عليها، يعني جوايا شوق كبير وتمسك كبير وعشم كبير، وكأني ماسك جدا جدا في الطلبة، ده حقيقي جدا، وببقى حاسس انه العشم الكبير قوي ده ايمان، انا متعشم قوي 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 خير في ربنا انه هيبقى عندي طفل. بس الحقيقة ان انا جوايا رغبة شديدة في انه يبقى عندي طفل اكتر من ما جوايا ثقة كبيرة فالله اللي يقدر يبعت طفل. فرق كبير قوي هنا، رغم انه الله ادى ابونا ابراهيم وعد، لكن مكتوب انه ابونا ابراهيم ما امنش بالوعد لكن امن بالله، ما امنش انه هيجيب طفل، ما امنش انه هيبقى عنده طفل من سارة، لكن امن بشخص الله وثق فيه، قال انا اعرفه، انا هعرف اصدق فيه، انا هعرف اثق في الشخص ده اللي انا عارفه كويس، مش الشخص اللي ما اعرفوش قوي بس عايز منه طلبه. حاسه يعني حاسه في فرق، بس يعني يمكن يعني يمكن لسه مش عارفه امسكه قوي. يعني ايه عارفه شخص مش عارفه؟ طب ما هو الشخص اللي هيحقق لي طلبه يعني. ابونا ابراهيم كان اختبر الله، ابونا ابراهيم كان اختار في وقت من الاوقات انه يترك ارضه وعشيرته وبيته ويطلع من الحمايه والبلد اللي هو فيها ويقعد يمشي ورا الله لحته ما يعرفهاش في الصحراء. في الصحراء معرض للخطر، معرض للوحوش، اختبر حماية الله. وفي صلاة ابونا ابراهيم لله وقت سدوم وعمورة قال له كده انه انت اله صالح لا تهلك البار مع الاثيم. ابراهيم عارف الله، عارف ان هو ما بينفعش يهلك البار مع الاثيم، عارف ان هو الاله القادر على كل شيء، عارف ان هو الاله اللي يستطيع كل شيء. اختبره، اختبر حمايته، اختبر رعايته، اختبر حبه، جربه وعشره وعرف يكون بيثق فيه. فلما ربنا قال له رغم ان وضعه صار صعب والسن كبر وكان في اصلا مشكله سابقه وانت كمان سنك كبر هتجيب طفل، ابونا ابراهيم وثق في الشخص مش بس تمسك بالطلبه. فرق كبير انه امسك في الطلبه واقول عايزها وامسك في الشخص اقول له انا واثق فيك، انا يمكن مش عارف بالظبط ايه اللي هيحصل بس انا مصدقك، انا واثق فيك انت، انا عارفك ومجربك، انا عارف انه انت صالح، انا عارف انه انت بتحبني، انا متكل عليك. انا بس يمكن لفت نظري كمان التوقيت اللي يمكن اتقال فيه الوعد ده لابونا ابراهيم، يعني وقت ما امنا سارة كانت عاقر كانت صعب ان احنا نجيب اطفال، بس يعني اهو كان الامل تقبل يعني تقبل، لكن سارة عاقر
وكبرت في السن وانا شخت، وبعدين يجي الوعد حاسه يمكن الظروف تبان ملخبطه وتبان صعب كمان اني اصدق فيها. وسط الظروف دي انا دلوقتي شايف ربنا ايه؟ مين اللي مش بيسمعني، اللي بصلي له ومش بيستجيب ليا، اللي مش رايد يفرحني، اللي بيعز عليا طلبة أنا نفسي فيها؟ ولا أنا شايف الله الصالح اللي بيحبني، اللي عايز يديني كل خير؟ أنا عارفة ومش بنكر أنه الواقع صعب، وعارفة أنه في تحديات كتير، وعارفة أنه في ألم كبير، وعارفة أنه زي ما أنت قلتي المقارنات وكلام الناس وضغوطات كتير وأسئلة كتير وأفكار تخص بكرة، يمكن وجع من جوه ووجع من بره وتفاصيل مؤلمة كتير. بس وسط كل ده أنا هآمن بمين؟ الإيمان هو اللي بيصنع المعجزة. لو أنا بقيت شايف ربنا مش رايد الطلبة، طب هروح إزاي أطلبها منه؟ المشكلة إنه ما شوفش الله صالح بكل قوته، إنه إيماني بيه هيتهز فمعجزتي هتتعطل. لا خليني أقف عند النقطة دي. يعني أنا لما مش ببقى عارف أصدق في ربنا، مش بعرف أشوفه كبير كفاية اللي يقدر يحقق لي معجزتي، فمعجزتي بتتعطل. الإيمان اللي حصل أبونا إبراهيم لما بالإيمان أخذ طفل، أخذ طفل بالإيمان بالله. لما أنا بشوف الله بيحبني وصالح وقريب، أنا بتشجع ويبقى عندي إيمان بي، والإيمان ده هو اللي بيصنع المعجزة. رؤيتي السلبية لله إنه هو اللي حرمني من الأطفال، أو إنه هو اللي مش بيبعت لي طفل، أو إنه مش بيستجيب، أو إنه مش بيتأخر، بتسرق الإيمان فالمعجزة بتتعطل. يعني كأنه في وقيعة كده الشيطان عايز يعملها بيني وبين ربنا علشان يعطل الطلبة اللي أنا نفسي فيها، وفي الآخر يخليني أزعل من ربنا. خليني أشارك معاكي بشوية آيات مكتوب كده، إنه الله بيقول كده إنه محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت ليك الرحمة. هل أنا جوه قلبي دلوقتي متأكد من محبة الله ليا؟ حاسس إنه أي رب أنت بتحبني، يمكن الظروف صعبة، يمكن عندي علامات استفهام كتير، يمكن عندي أسئلة هنحاول نجاوب النهاردة على حاجات فيها، بس أنا عارف إنه أنت بتحبني، أنت بتحبني محبة أبدية، إن واثق إن أنت بتديم ليا الرحمة. أنا واثق كمان إن أنت بابا، مكتوب كده في إنجيل متى إنه انظروا لطيور السماء أبوكم السماوي يقطها. أنا واثق إنه أنت بتحبني وانه انت بابا. بنصلي كده في القداس بنقول كأب حقيقي تعبت معي، انا مصدق انه انت ابويا، انا مصدق انه انت مش بتتباطأ، انت مش بتتأخر. مكتوب كده انه لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ. يمكن جات لي افكار انه انا بصلي بس حليني، انا بصلي بس ربنا ما بيسمعش، انا بصلي بس بقالي سنين وما فيش استجابة. الكتاب بيقول كده انه لا يتباطأ الرب، ربنا مش بيتأخر. الله كمان صالح وما رحمه على كل أعماله. ده الله اللي لا يضع، لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأنه الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. مرات بتجيلي أفكار في الوقت ده إنه ربنا اللي عامل كده، ربنا إنه دي تجربة من عند ربنا. رسالة يعقوب بتشجعنا إنه لو حد بيمر بالظروف دي ما يقولش إنه أنا بعدي كده من قبل الله، ما يقولش إنه أنا مجرب من قبل الله. كل عطية صالحة هي من عند الله. الله مش بيدي غير كل خير، الله مش بيبعت غير كل حلو، الله مش بيدي غير كل حلو من إيده. في رسالة روميا إصحاح 8 بيقول كده أنه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. اللي بيحبني لدرجة أنه عشاني بعت لي ابنه وبذله لأجلي، لأجل خلاصي ولأجل حياتي. إزاي يعز علي طلبة؟ إزاي لا يهبني أيضا معاه كل حاجة؟ ده اللي أقصده لما بتكلم على إيمان بشخص. أنا مصدق فيك، أنا مصدق أنه أنت صالح، أنه أنت بتحبني، أنه أنت أبويا، أنه أنت مش بتتأخر، أنه أنت مش بتجرب بالشر، أنه أنت مش بتبعت عطية ناقصة، أنه أنت مش بتبعت، مش بتعمل حاجة وحشة، أنه أنت بتحبني وبتبذل لأجلي الكل، وفي قلبك ليا كل خير وكل صلاح، وعندك طرق كتير متنوعة، لأن أنت كلي القدرة وكلي العظمة، عندك طرق كتير تصنع بيها معجزات في حياتي. أنا حاسة إنه الأفكار يمكن تكون بترد على حاجات كتيرة، يمكن من نتيجة الظروف والضغوط والمواقف الصعبة وتجارب الفشل اللي عديت فيها، إنه أصله ربنا بقال وقت ما أتأخر، أصله هو حطك في تجربة صعبة، أصله يمكن هو مش رايد لك ده دلوقتي. حاسة إنه كل كده آية قلتيها يمكن تكون بترد على
يمكن فكرة متعبة اترمت جوايا وجعاني وألماني ومخلياني أحس إنه طب ما هو أنت الحد البعيد فعلا. الخطورة في ده تاني، مش ربنا مش زعلان مني إنه كده تفكر فيا حاجة وحشة، ربنا مش واخد على خاطره مني إنه أنا بقول له أو يعني بفكر أفكار سلبية ويمكن تكون مش حقيقية ومش كتابية، حتى الكتاب المقدس بيقول عكسها بالظبط. لكن الخطورة في ده إنه الأفكار دي بتخليني ما يبقاش عندي إيمان بالله، فبتتعبني. الله هو أكتر كتير قوي قوي من الآيات اللي احنا قلناها، بس بيحبني، بيحبني ده مات عشاني، إزاي ما يحبنيش؟ بيحبني ده مات عشاني، إزاي يأخر عني حاجة تفرحني أو إزاي يعز عليا طلبة؟ يمكن يكون الواقع بيقول حاجة مختلفة، بس ويمكن يكون الواقع مؤلم، ويمكن يكون الواقع هو الحقيقة الملموسة اللي أنا عايش ومغروس فيها. فيمكن يكون بالنسبة لي هو حقيقة أكتر لأنه أنا متألم منه وعايش فيه، بس في وقت من الأوقات كان أتون النار حقيقة لكن النار ما حرقتش، وفي وقت من الأوقات الأسود الجعانة كانت حقيقة بس ما أكلتش دانيال، وفي وقت تاني كان البحر المقفول حقيقة محققة بالموت لكنه اتشق. حقائق كتيرة موجودة في واقع حياتي، بس قدام عظمة الله ومحبته الحقائق دي بتتغير. واقع حياتي لا يعبر بس عن إرادة الله، يمكن ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. واقع حياتي بيقول حاجات كتير، خطية دخلت وبوظت الدنيا، شيطان بيضايقني، حاجات كتيرة بتحصل. لكن أنا عايز النهاردة أسترجع تاني وأسترد تاني إيماني اللي سرقته الظروف واللي سرقته الأحداث واللي سرقته أخبار الدكاترة السلبية، إنه الله عظيم وقادر وبيحبني وهو أبويا وهو صالح، هو مرحمه على كل أعماله وعلى كل أعماله. مفيش عمل بيعمله الله مفهوش رحمة خالصة وحب للآخر ليا. أوكي، يعني أنا حابة ما نفوتش النقطة ديات، وحابة نكون يعني بنصلي بالكلمات ديات وما نكونش بنسيب فرصة لإبليس إنه يتعبنا في أفكار ويدخلنا في دوامة أفكار أنا مش هعمل حاجة فيها غير إني هفضل ألف حوالين نفسي، ألف ومش هلاقي مخرج، لكن نكون بنطلع بمخرج من ده. ممكن تصلي لنا يا مارينا؟ أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إلهان واحد، أمين. أشكرك رب لأنه مكتوب عنك كده إنه عند السيد الرب من الموت مخارج. جاي لك رب بموت كتير وأخبار سيئة كتير، جاي لك رب بوضع يمكن الناس بيقولوا فيه ما فيش فيه أمل، يمكن خلاص يا رب جوايا كده إنه لا تتعب المعلم لأنه البنت قد ماتت، جاي لك بموت. بس أنا جاي للسيد الرب خالق السماوات والأرض الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، أنت الصالح الأمين اللي مرحمك على كل أعمالك، أنت اللي حبيتني للمنتهى وبذلت نفسك لأجلي، أنت اللي بتصنع صنعت وبتصنع وهتصنع عظائم، لأنه هو ده أنت يا رب، يمينك ممتلئة بالقوة والقدرة وقلبك ممتلئ بالحب والتحننات. بجيلك بموت كتير ووضع صعب، لكن أنا باجي لخالق الكون كله وأقول لك يا رب اتنفس كده يا رب وتنسم على موتي بنسمات حياة، تعالى يا رب كده واملأ قلبي بالإيمان اللي يديني القدرة على إنشاء نسل بالجسد وبالروح، املاني بالإيمان اللي يغير واقع حياتي، املاني بالإيمان اللي يطرد كل يأس وكل إحباط، املاني بالإيمان اللي يقول كده إنه لو لمست هد بشثوبه اليوم شفيت، املاني بالإيمان اللي يخليني أقرب منك بدل ما بعد عنك، رغم انه يمكن تكون كده حالتي زي حالة نزفة الدم اللي صرفت كل معيشتها على اطباء وسار الحال الى اردأ، يمكن يكون جربت كتير وكل حاجة مش نفعة والحالة بتوحش وصار الحال الى اردأ، لكني عايزة اقول كده انه لو لمست هد بثوبك اليوم شفيت. اجي يا رب كده وبالايمان امد ايدي وألمس هد بثوبك
وانت يا رب تتوقف ليك كل المجد وتقول قوه خرجت مني لتشفيهم. هللويا يا رب، لانه تخرج منك قوه النهارده تبدد كل احباط، تطرد كل يأس، تطرد كل عدم ايمان، تطرد كل شك، تطرد رب كمان كل حاجة بتعيق. أشكرك لأنه النهاردة أقرب منك وألمسك وقوة تخرج منك تشفيني. برفض الشك وبفتح قلبي لإيمان حقيقي بإله حي. أشكرك رب بشفاعة العذراء مريم وجميع مصافي القديسين. اسمعنا ليك كل المجد. آمين آمين. جات لنا يمكن كومنتس على الفيسبوك، خليني أشاركها معاكم. أمين يا رب، قوي إيماني باسم يسوع المسيح. من منى إبراهيم، يا رب استجب وفرح قلبي بطفل. أمين. بسمة فايق، يعني احنا يمكن بنحب جدا التفاعل بتاع الناس وبنتبارك جدا بكل المشاركات اللي بتكون بتوصل لنا. متشجعة جدا بالإيمان المختلف اللي بشخص هيغير الواقع، مش ماسك بطلبة. بس خليني أقولك يمكن الواقع بيضغط عليا وبيتعبني لأنه مش بيتغير. الإيمان بيقدر يغير حالتي وبعدين يغير ظروفي. الإيمان الحقيقي ليه ميزة يمكن جميلة أو ليه صفة جميلة، أنه يقدر يغير حالتي وبعد شوية يقدر يغير ظروفي. خليني نرجع تاني لقصة أبونا إبراهيم وأمنا سارة، لأن احنا عارفين أنه انتهت بإسحاق ابن الموعد. في تكوين كده كان مكتوب أنه وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة. سارة يعني أميرة. في وقت في العهد القديم كان عدم الإنجاب فيه يعتبر نوع من أنواع عدم البركة، كان لا يمكن حد يبقى أميرة وتبقى متبركة وهي ما عندهاش طفل ابن بطنها. في الوقت ده الله قال له كده لإبراهيم، ما تسميهاش ساراي من هنا ورايح، سميها سارة. لسه ما كانتش حامل، لسه ما كانش ربنا بعت طفل، لسه ما كانتش بقى عندها بيبي، بس اسمها اتغير وحالتها اتغيرت. حالتها اتغيرت من العكم وعدم الإنجاب وعدم الإثمار لإني أبقى أميرة متباركة. وما كسفوش إنه يعلنوا ده قدام الناس، يعني كان زمان كانوا زي معاهم ناس وفي عبيد وفي إماء وفي يعني معاهم ناس قدام الخدمين وقدام العبيد، كان يقول لها يا أميرة وهي ترد عليه بإبراهيم. إبراهيم مكتوب كده في تكوين برضو، فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أب لجمهور من الأمم، لناس كتير جدا. فهو يقول لها يا أميرة وهي ترد عليه تقول له يا أبو الجمهور والأمم الكثيرة. في وقت ما كانش عنده فيه غير إسماعيل. خدمين والعبيد يبص يمين ويبص شمال، أميرة ايه يعني؟ هي ومنا صار عندها كم سنة؟ لا ما فيش شوية، دول بس يدوب 90. أميرة ايه وهي عندها 90 سنة وهو أب الجمهور كتير؟ أبونا إبراهيم عنده كام؟ لا ما فيش، تدخل على 100. في وقت كان الإيمان فيه للناس من برة يبان بعيد، لكن بالنسبة لهم هو كان قريب وكان حقيقة وكان واقع، وعرف يغير حالتهم النفسية ويغير الحالة اللي هم عايشين فيها. وبعد شوية اتغير واقعهم وظروفهم وجي أبونا إسحاق ابن الوعد ابن الإيمان. يعني الإيمان يغير حالتي حتى قبل ما الأحداث والظروف تتغير؟ أشاركك باختبار شجعني. كانت حد بيشارك معنا يعني انه هي اتجوزت وهي سنها ما كانش صغير، اتجوزت في سن كبير، فبتقول كنت مقلقة شوية من موضوع الخلفة، بس نشكر ربنا مع اول شهر جواز انا حملت ففرحت جدا وكانت فرحة كبيرة جدا. كانت فرحة لانه كل عيلة جوزي لسه كانوا اخواته ما حدش فيهم كان جاب طفل وانا كمان، فكان بالنسبة للعيلتين الكبار ده اول بيبي. لكن للأسف الطفل ده نزل في الشهر الثالث، فبتقول كانت صدمة وكانت وجع وأنا تعبت قوي، لكن صبرت نفسي وقلت إيه أهو طالما يعني جيت طفل أو أنا طالما جي حملت من أول شهر يبقى نشكر ربنا ما فيش مشاكل وأنا هحمل بسرعة. فات كام شهر، بعدين فات سنة، فاتوا 2، فات 3 سنين. ابتدت طبعا في الوقت ده كانت بتلجأ لأطباء وكان في محاولة لطفل أنابيب، لكن المحاولة دي ما نجحتش فالتعب زاد أكتر مع علامات الاستفهام والتقدم في السن. هي كانت بنت ربنا
بتقول جريت على ربنا، قلت له يا رب انا يمكن اكون تعبانه والواقع صعب. وكانت بتصلي في مخدعها وبتقول ربنا كده حست جواها انه بيكلمها من روحه، يعني بالروح القدس من خلال الكتاب المقدس في قصه حنه، وافتكرت صمويل واتشجعت. وبتقول حسيت وقتها وانا عماله بصلي حاجتين كبار، حسيت انه الطفل اللي هيجي ده طفل مميز ومحتاج اعداد زي ما صمويل النبي جه وكان عظيم جدا وكان شخصية فارقة في الوقت ده. وحسيت حاجة تاني انه يعني وهي بتقرأ كده في الكتاب المقدس لفت نظرها انه هي شخصية عصبية قوي وحامية وخلقها ضيق شوية، فبتقول يعني زي ما يكون كده جوايا ادركت انه لا انا محتاجة ابقى بتعلم شوية الصبر والاتساع والهدوء واتبارك بالصفات دي، ولما يجي البيبي يلاقيني جاهزة اكون ام مباركة لي. فبتقول فعلا ابتديت اصلي انه اكون بتغير وباخد خطوات. بتقول بعد شوية ربنا فرحني وبعت لي هدية من السماء، بنت جميلة منورة حياتي وكانت سبب فرح فعلا في العيلتين، وكانت حد مبارك لانه البنت دلوقتي كبرت وبقت يعني الأم فرحانة جدا بيها وحاساها هدية من السماء. الله أب، أب عظيم بيحبني، عنده اختبارات مختلفة ليا، عنده طرق مختلفة للتعويض، مش مزنوق في طريقة واحدة بس لازم تحصل معايا ومع غيري، كمان فرق معاه فرحي وسعادتي وإعدادي كمان للطلبة اللي أنا بطلبها وبتمنها منه. يعني فارق يمكن معايا في الاختبار انه قد ايه ربنا يعني اب واخد باله ودريان، وانه طيب مثل لا البيبي يجي بس انت تبقي مهيئة علشان انت ما تتعبيش وانت ما تتعبيهوش لانه ده طفل مميز. يعني فارق معايا الرعاية يمكن انا او يعني يمكن او حد يعني ممكن يتكلم ويشوف انه طالما انت اتأخرت سنة او اتنين وتلاتة يمكن انت مش شايف، مش شايفني، مش حاسس بيا، مش حاسس بالاحتياج، مش حاسس بالتعب، بس يمكن ربنا يكون اكتر من كده. لكن اب وبيرعى وبيهتم وعايز الحاجة تيجي يمكن في احسن صورة ليها. امين. وتاني عايز ااكد ان المعجزة مش بس طفل، المعجزة انه انا حالتي النهاردة تتغير، انا جوايا تتغير، تعبي يتغير، معاناتي تتغير، انا من جوايا اتحول من ابرام لابراهيم، من سراي للاميرة. المعجزة مش مجرد طفل لما يجي هبقى كويس وفرحان ومبسوط، الله عنده طريقة يخرجني بيها النهاردة ويعوضني بيها النهاردة ويفرحني بيها النهاردة. اوكي طيب انا متشجعة جدا، متشجعة يمكن بالطرق المختلفة اللي الله يعوضني بيها علشان حالتي النهاردة ما افضلش واقع تحت التعب والضغط والاحتياج. فارق معايا كمان الايمان بالشخص اللي هيغير حالتي وهيساعدني اني اكون في حالة افضل، يمكن ده كله بيساعدني انه انا نفسيا ابقى احسن وابقى عارف اعدي يعني كده وانا قوي واقف على رجلي مش مكسور ومحني، وانه لو الطلبه ما جاتش انا يعني تعبان ومحصور. بس خليني اقولك انه في ضغوط بتيجي من بره، يعني مش كل الضغوط بتبقى نفسيا وانا وطريقه تفكيري، لكن كلام الناس بيوجع طبعا. يعني حد كان شاركنا وقال انه انا ببقى عاتل هم الزيارات العائليه من كتر الكلام اللي بقعد اسمعه، هو لسه ربنا ما قردش، ان شاء الله ربنا هيبعت لك، اصل يعني كل تاخيره وفيها خيره، يعني كلمات كلها بتضغط عليا وببقى يعني حتى لو انا عرفت اشم نفسي واصله بطولي بتيجي الكلمات دي زي ما تكون بتكسرني وبتحني. طبعا كلمات مؤلمه، واعتقد انه لو الناس تعرف قد ايه بالكلمات اللي تبين انها امنيات طيبه وكلمات مشجعه ترفع الامل لكنها بتبقى في الحقيقه كلمات مؤلمه وبتعمل حمل اضافي يمكن بتفكرني بمصدر تعب. بس خليني يعني اقول كده انه طب ما الناس بتتكلم في كل الاحوال، الناس مش بتبطل الكلام في كل الظروف. لو نرجع شويه بالذاكره من اول انه ها جبتي كام في الثانويه العامه، عملتي ايه، مجموعك كام، لحد اللي هنفرح بيكي امتى، طب جوزتي ولا لا، ولو شاب هنفرح بيك امتى، يلا بقى ما البنات كتير.
الضغط مش بيخلص في المجموع، في الارتباط، في الانجاب، في كمان بقى بعد شويه طيب فلان اترقى وانت لا، ربنا عطاه مش عارف مين عربيه يلا ربنا يديك، اسكت مش فلانه عزلت ربنا يديكي وتكبري الشقه الصغيره اللي انت فيها. الكلام مش بيقف، ومش بس بسبب الدايره دي، لكن لو رجعت على مدار حياتي هلاقي انه في الدوائر المختلفه كلام الناس بيبقى برضو فيها. عندك حق، بس يمكن الدايره دي انا اصلا موجوعه فيها، فيمكن مش مستحمل فيها كلام تاني. خليني اكمل معاكي، بس معانا تليفون، معانا كمال من القاهره. الو. ايوه اتفضل حضرتك على الهوا. ايوه بالظبط. انا الحقيقه طبعا انا بشكركم على الحلقه الجميله دي. اشكرك. انا الاخت مارينا صفوت يعني. اشكرك. كنت كان ليا سؤال حقيقه، يعني هو ده ال في العهد القديم اللي جاب ربنا كان الواحد كله بيحل على الانبياء في العهد القديم، ده شو ابن نون، جدعون، النبي داوود، سليمان، دانيال، كانوا بالروح القدس اللي حل عليهم يعني بيتعاملوا مع الله مباشرة، يعني كان يشوع بن نون أو داوود مثلا يقول له اهجم على المدينة دي، ربنا يقول له اهجم، أنا هدفع الناس دول ليه، أو ابعد أو كذا أو كذا أو كذا، بروح عليهم مباشرة. احنا في العهد الجديد الروح القدس حل علينا في المعمودية، خدناه في المعمودية. مظبوط. أنتم هياكل الله والروح القدس. ازاي اتواصل مع ربنا برغم انا ايماني مش زي داوود ولا سليمان ولا جدعون ولا يعني انا راجل بسيط على قد بروح الكنيسه وماشي جنب الحيط، يعني ازاي اتواصل بالروح القدس في طلبات انا بالنسبه لي مهمه، سواء جواز سواء هجره سواء عمل سواء غير طلبات شغل، وازاي اميز رب ربنا واعرف ارادته وجوابه بالروح القدس جواه، لان في ناس طلبت طلبات وخدت جواب ما كانش يعني افتكروا ان ده جواب ربنا ما كانش مظبوط واتفرقوا في هجره مش مظبوطه جوازه مش مظبوطه، فازاي اميز صوت ربنا واتواصل معاه بالروح القدس اللي جواه. شكرا. اوكي شكرا ليك، سؤال حضرتك وصل. يمكن هو يكون سؤال يعني شوية برا موضوع حلقتنا النهاردة. أستاذ كمال كان بيسأل أنه أنا الأنبياء في العهد القديم كان روح الله بيحل عليهم، فكانوا بياخدوا جمل وكلمات واضحة من الله يقدروا يعملوا إيه. يمكن في العهد الجديد دوت بيحصل إزاي، وأنا الروح القدس بقى متاح لكل الناس مش بس للأنبياء. هو كمان عرض مشكلة إنه في ساعات ناس بتسمع كلمات ربنا بس بتبقى مش مظبوطة، فساعات بتؤدي إلى نتائج يعني مش كويس. أنا عارفة السؤال بره موضوع الحلقة النهاردة، بس يعني ممكن ده موضوع مهم وكبير، بس ممكن نقول حاجات كده في إيجاز. أول حاجة أستاذ كمال قالها فعلا إنه سر الميرون بنتمسح بيه وإحنا أطفال بعد المعمودية. مهم إنه علشان أسمع صوت الله بوضوح دلوقتي مهم اني اكون من الابناء، مكتوب كده انه انا محتاجه اني اكون ابن علشان خاطر اكون بسمع. اول حاجه انه افعل سر المعموديه اللي حصل في حياتي زمان وانا صغير، كان الاشبين بيشيلني وبيصلي بالنيابه عني، لكن انا لما بكبر بيبقى قراري في ايدي، محتاج انه اقرر تاني افعل سر المعموديه في حياتي، واختار كده انه اكون بجحد الشيطان، واختار اني اكون بقبل الرب يسوع ملك على حياتي، اختار اني اكون ابنه والله يكون ابويا واكون بنتسب لي. تاني حاجة محتاج اني اكون بصلي كده وافعل سر الميرون الملء بالروح القدس، بنصلي في صلاة الساعة الثالثة يا روح الله كنز الصالحات هلما تفضل وحل فينا، محتاج اني اكون بعلن انه انا بقبل اني اكون بمتلئ من الروح القدس عشان اعرف اكون بسمع. مهم انه اتعلم اتدرب اسمع صوت الله في القرارات الصغيرة، يعني لو انا مش بعرف اميز قوي صوت الله دلوقتي في حياتي وانا مزنوق في قرار، مش احسن حاجة اني اروح على طول على القرار الكبير، قرار جواز، قرار هجرة، قرارات الكبيرة المصيرية. اي حد بيتدرب في حاجة بيتدرب على صغير وبعدين بيكبر، محتاج اني اكون يعني ما اخدش القرارات الكبيرة على طول زي الجواز او الشغل او الهجرة بالزبط. دي اللي ذكرها استاذ كمال، ما روحش مرة واحدة عليها، لكن اخد في مواقف صغيرة الاول.
بالظبط، اخد في مواقف صغيره ابتدي اتكون بتدرب، وبعدين اصلي في القرارات الكبيره. مهم قوي اتعلمنا حاجتين، انه في القرارات الكبيره محتاجه اكون حيادي. انا لو داخل وعايز حاجه معينه صعب قوي اسمع غيرها، يعني لو داخل ومشاعري اتعلقت مثلا بحد متقدم لي ودخلت يا رب اتجوز الشخص ده ولا لا، طبعا موضوع الجواز موضوع كبير وعارفين انه ربنا مش بيقول كتيرة. اصلا اه ولا بالطريقه دي، بس صوتي بتأثر على إحساسي بسماع صوت الله، فأنا محتاج إني أكون محايد، ما أكونش عندي رغبة متمسك بيها، ما أكونش بميل لحاجة. في القرارات الكبيرة كمان حلو إنه يكون معايا مرشد روحي، أب روحي، حد كبير يساعدني أكون بثق فيه وماشي معاه، لأنه في القرارات الكبيرة محتاج إني أكون بتأكد إنه أنا من فهمي ومن سماع صوتي، لأن من يعني من الحاجة اللي أنا حاسسها وسامعها. زي ما أستاذ كمال قال، في ناس كانت حاسة حاجات واتحركت عليها وفهمت وفهمت شكل انه ده صوت معين، من ربنا. وبعد شوية وقت أنا تعبت. فمهم إنه يبقى في حد كبير أنا بثق فيه أكبر مني في القامة الروحية، بثق فيه وماشي معايا الطريق، يكون بيساعدني كمان في القرارات الكبيرة. محتاج أكون ابن ممتلئ بالروح القدس، محايد في الموضوع اللي أنا داخل بسأل عنه. بعد ما أخد قيادة يبقى في شخص تاني براجع معاه القيادة، علشان خاطر الأمور الكبيرة ما أكونش بسمع فيها غلط. اوكي طيب، نرجع بقى لموضوع حلقتنا. احنا كنا بنتكلم على الضغوط اللي بتقابلنا من كلام الناس، وانتي قلتي انه الضغوط مش بس بتيجي في الموضوع دوت، لكن من مواضيع مختلفه. بس الفكره انه الموضوع ده اصلا تعبني، فانا مش مستحمل كلمه فيه، زي ما يكون كده جرح وانا باجي ادوس على الجرح، فانا مش مستحمل انك تدوس على الجرح. محتاج حاجتين، الجرح اللي ده محتاج يتشفي، الوجع اللي جوايا محتاج اروح بيه لله يتسدد بتعويضات الله يبعتها دلوقتي بطفل او من غيره. الله بيسدد احتياجي لو انا ابنه، ده الوجع الداخلي. والحاجات الخارجيه مرات بيبقى مناسب اني احط حدود، يعني في ردود ممكن تكون لطيفه بتبين للناس انه الكلمات دي كلمات غير مرحب بيها. فمثلا انا ممكن لو عيلتي بتضغط عليا بالموضوع ده، مثلا ايه هنفرح بيكي امتى، ممكن اقول لهم افرحوا دلوقتي، ربنا هيديكي امتى، ربنا مديني كتير، انا متغرقه بخيره. ففي ردود ممكن تبين للناس انه الكلام ده غير مرحب بيه. حلو انه ده يبقى الردود دي استخدمها بحكمه، يعني انا مع عيلتي ومع اصحابي ومع معارفي وشريك حياتي كمان كده، لكن مثلا ما اقولش كده لحماتي او لعيله جوزي، دي حاجه ممكن تعمل مشاكل. فكل طرف يحط هو الحدود المناسبه بطريقه لطيفه للعيله، علشان بس يبقى مفهوم انه دي تعليقات مش مناسبه. الله كمان بيحمي، يعني عايزه اشاركك بحد قال كده، كان بقاله وقت مش بي برضو ما فيش طفل، لكن قال كده انه بحس انه كأن ربنا بيعمل كفر، بيعمل غطاء للحمايه من كلام الناس المتعب، وعطايا السمك كتير غطت على غياب عطايا الارض. لو انا ابن لربنا ليا كده اني اروح اقول رب احميني، مكتوب كده انه الله قال لابراهيم كده انا ترس لك، يجي كده الله كانه كترس يحمي قلبي من الكلمات اللي تبان انها موجعه وعامله زي السهام. ايوه بس خليني اقول لك انه الحدود اللي انا ممكن احطها ديت ممكن احطها لو الناس بنيه صافيه كانت بتقول الكلمات دي، لكن في ناس بتبقى قصده انه هي توجعني. معاكي حق، في ناس بتبقى فعلا قصده كده، احنا حصل فانا معاها لما اعمل كده مفيش حدود هتتحط طبعا، ده ممكن لو عارف انه دي حاجه بتضايقني يزيدوا فيها بالظبط، لان هم عايزين يضايقوني. حنا اتحطت في الوضع ده كانت ضرتها بتضايقها وبتوجع قلبها، ومكتوب كده ان جوزها ابتدى يشوفها انه هي متضايقه وبتبكي وكده، وقال لها انه لماذا تبكين ولا تاكلين، لماذا يكتئب قلبك، اما انا خير لك من 10 بنين. برضو حنا كان الله ممتعها ومعوضها بالتعويض الاضافي بتاع حب زوجها الخاص جدا جدا ليها، وقال لها كده انه انت ليه زعلانه ومكتئبه، انا مش احسن من 10 عيال نخلفهم. فالحب اللي بينهم كان بيبي جميل الحقيقه، لكنها بسبب مرغمه وغيظ ضرتها، الكتاب بيذكر عنها انها كانت مرت النفس. بس بيدينا مفتاح، بيقول كده انه وهي مرت النفس صلت الى الرب وبكت بكاء، صلت راحت
صلت وقعدت تعيط، بس وهي بتعيط بتطلع كل الحزن والوجع والقهرة وكأنها بترميهم قدام الله، كأنها بتسكبهم قدام الله، كأنه الوجع اللي جوايا أنا بطلعه قدام ربنا علشان أكون برتاح. بعد الصلاة دي الصلاة غيرتها، بعد الصلاة دي ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، هي ما كانتش بتاكل، ولم يكن وجهها بعد مغيرا، هي كانت مكتئبة وجوزها قال لها مالك زعلانة ليه ومكتئبة ليه؟ بعد الصلاة وبعد ما عيطت قدام الرب ارتاحت، أخذت شفاء، طلعت وأكلت والمعجزة حصلت. قبل ما تجيب صمويل حالتها اتغيرت. الإيمان الحقيقي إيمان مغير، بيغير حالتي مش بس بيغير ظروفي. كآبتها اتغيرت، حزنها اتغير، مرارة النفس اللي كانت داخلة بيها اتغيرت. يعني متشجعة قوي بعلاقة حنا بربنا وبالصلاة اللي بتغير. يعني احنا يمكن اتكلمنا على مدار الحلقة على كذا طريقة تغير حالتي، يمكن حنا عندها مفتاح جديد وهو الصلاة، بس خليني اقولك انه طب ما انا اوكي هتغير وانا هصلي وانا هرتاح دلوقتي، بس كلام الناس مش هيقف، كلام الناس مش هيقف، لكن تأثيره عليا هيقل. هل بعد الصلاة دي ضرتها اتهدت؟ بعد الصلاة دي ضرتها بقت بتبوسها وتحضنها وتحبها؟ هتفضل تغيص فيها، مكتوب كده انها كانت بتغيصها سنة بعد سنة. فالمراغمة والغيظ وكلام الناس هيفضل زي ما هو، لكن انا مش هفضل زي ما انا، انا هبقى اقوى، انا قلبي هيبقى معمول عليه ترس، هيبقى معمول عليه كفر، هيبقى معمول عليه حماية تخلي انه كلمات الناس السلبية اللي بره ما تأثرش عليا جوه. ممكن حتى لو مش عارف ارد بكلمات، لكن انا اقول لنفسي كده انه انا مش هتأثر ومش هتوجع، اقول كده كمان انه فكان الرب لي صرحا الهي صخرة ملجأ. ينفع في الوقت الصعب ده اللي حاسس انه كلام الناس كده زي سهام هتخترقني، اجري واحتمي بالرب، اقول يا رب انت تكون لي ملجأ، يا اما انت تكون لي ملجأ استخبى فيك فما توجعش، يا اما انت تكون لي ترس فما تألمش. في الحالتين الله بيديني صلابة اضافية وحماية اضافية، يا اما بيكون لي ملجأ استخبى فيه. ممكن اصلي الكلمات دي واقولها فانا ابقى اتقوى وقوة مواجهتي تبقى اكتر، انا اتغير، الناس مش هيبطلوا كلامه مش هيتغيروا، لكن انا هتغير، انا هبقى اقوى وعندي ايمان وعندي علاقة شخصية بالله فيها بسكب تعبي، بسكب ألمي، بسكب بكائي، وبطلع بحالة غير اللي دخلت بيها. اوكي، يعني لو انا تعبان من كلام الناس عامة ليا انه اقول كلمات بسيطة باسلوب حكيم جدا لو لعيلتي، وجوزي هو اللي يقول لعيلته انه يعني تعليقات بسيطة فيتفهم من وراها انه انا موجوع، فانا مش يعني مش حابب اتكلم في الموضوع ده. ولو الناس قصدها تتعبني ليا برضو حماية اني اروح في الصلاة واسكب تعبي قدام ربنا واخرج بحالة مختلفة، وانه اخرج كده بحسن ربنا يعمله، فكلام الناس ووجعهم وتعبهم ما يبقاش بيأثر فيا زي ما حصل مع حنا. يا ليا قوة يا ليا حماية. أوكي. يا الله يديني قوة يا الله يديني حماية. اوكي، انا عندي بس سؤال تاني معلش، يعني مش عارفة ما اسألوش، بس يمكن وقت الحلقة قليل قوي بقى لنا دقيقتين، بس حباكي تجاوبي لي عليه بسرعة. طيب، من ضمن الافكار المتعبة جدا انه لو انا لسه ما جاليش طفل، طب لما سني يكبر ايه اللي هيحصل؟ هعمل ايه وانا لوحدي؟ مرات الفكرة دي بتيجي، وإحنا طرحناها حتى في الإعداد وإحنا بنحضر للحلقة، لأنها من الحاجات المهمة. أشاركك بسرعة باختبار وبآية. كان في حد بيقول كده إنه كان في زوجين في كنيسة العذراء مدينة نصر، كانوا مهندس ومدرسة بيرعوا ناس وماسكين خدمة شباب في وقته، وكان بيتهم على طول مفتوح للناس بحب وبخدمة، وكان البيت بتاعهم مش بيفضى، اللي زهقان واللي عايز صلاة واللي عايز حاجة البيت بتاعهم على طول موجود. ما كانش عندهم أطفال، لكن في حد منهم بعد شوية وقت ابتدى يتعب صحيا. بيقول يعني الكابل ده بيقولوا كده إنه الأولاد اللي احنا ربناهم شالونا لما كبرنا، مروح لدكاترة وعلاج وحاجات كانوا بيجيبوها لحد البيت، احنا ما احتاجناش حاجة. ده اللي الكتاب المقدس بيقوله، انه الى الشيخوخة انا هو، الى الشيبة يعني الى العجز والايام المتقدمة انا احمل، قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانا انجي. الله يعتني بيا في الصغر ويعتني بيا في الشباب، والله يعتني بيا في الشيخوخة لما بنسافر القرية، التصونات هم اللي بيشيلوا الناس المتقدمين في السن،
ينفع انه باختبارات كتيره، بس انا عارفه ان الوقت بيخلص، لكن انه الناس اللي ينفع اكون دلوقتي بخدمهم ويكونوا بيعوضوا ينفع يشيلوني، لكن انا ثقتي في الاله اللي وثقت فيه وحطيت حياتي بين ايده والى الشايبه هو يحمل وينجي. احنا بنشكرك جدا يا مارينا، احنا عارفين انه عندك اختبارات تانية بس يمكن وقت الحلقة زنق فما لحقناش نحكيها كلها، بس اكيد هنكون بنتقابل في حلقات جاية. ميرسي. عرفنا النهاردة انه الله عنده تعويضات ليا كتيرة لغاية لما الطفل ده يجي، عنده تعويضات بحب جوزي ليا، عنده تعويضات بامكانيات بيديهاني، عنده تعويضات باطفال يبعتهم لي لغاية لما الطفل اللي انا مستنيه يكون بيجي. الله موجود علشان انا ما بقاش تعبان النهاردة، مش علشان اعيش النهاردة تحت التعب والضعف والوجع. عرفنا كمان انه سر المعجزة انه يكون عندي ايمان، بس مش ايمان انه المعجزة تحصل، لكن ايمان بشخص انا عارف انه بيحبني وعارف انه قريب، عارف انه ارادته صالحه، عارف انه مش بيتأخر عليا، عارف انه موجود وحاسس بيه، وإيماني دوت بيخليني أقرب منه وأصدق فيه، فيبقى عندي مجال انه المعجزة تحصل. عرفنا كمان طرق عملية جدا على مدار الحلقة ازاي اكون بتعامل مع الضغوط الخارجية اللي بتأثر عليا من كلام الناس، انه اكون بصده او انه الله يكون بيديني حماية لي، او من مخاوفي من افكار اكون بعرضها على الله، والله هو دايما موجود، والإيمان اللي بالشخص اللي انا عارفه هيكون بيعدي بيا كل الافكار المتعبة اللي تكون بتقابلني. ربنا معاكم.